السلام عليكم، أنا طارق، أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن الأوراق المطلوبة للحصول على الفيزا الألبانية وكيف تحصل على الفيزا الألبانية. في فيديو سابق اتكلمت عن الجنسيات العربية زي مصر والسعودية وقطر والبحرين وعمان، البلاد ديت وطبعا الإمارات العربية المتحدة. مواطني الدول دي تقدر تسافر لألبانيا ما بين 1/5/2022 حتى 30/9/2022 بدون فيزا، يعني فقط بتذكرة الطيران والحجز الأوتيل أو حجز الفندق، ومعهم طبعا يكون في مبلغ مالي مقنع تقدروا تسافروا مباشرة في التواريخ اللي ذكرتها بدون فيزا. هنتكلم في الفيديو عن باقي الجنسيات العربية، الأوراق والطريقة المطلوبة للحصول على الفيزا بتاعت ألبانيا. قبل ما ندخل في التفاصيل، ما ننساش نعمل لايك للفيديو ونحاول نعمل شير للفيديو عشان المعلومة توصل لأكبر عدد من الناس. بالنسبة للفيزا بتاعت ألبانيا، أفضل شيء إن هو بنقدر نقدم على الفيزا عن طريق الموقع الإلكتروني اللي أنا حطه لحضراتكم على الشاشة. وبالمناسبة أنا هحط لكم الرابط بتاع الموقع بتاع الفيزا الألبانية تحت الفيديو، تقدروا تضغطوا على الرابط أو اللينك وهياخدكم بشكل مباشر على الموقع. هحاول إني أشرح لكم الأوراق المطلوبة وطريقة التقديم. تقدروا طبعا بعد ما تضغطوا على الرابط هتدخلوا على الموقع. أول شيء هيكون عندكم لازم يكون موجود موقع أو بريد إلكتروني إيميل. هتدخلوا تكتبوا الإيميل بتاعكم وتحددوا باسورد وتحطوا المعلومات الشخصية بتاعتكم، وبعدها هيتم الموقع أو خدمة الفيزا الألبانية هترسل لحضراتكم رابط على البريد الإلكتروني بتاعكم، بنسميه اللي هو Activation Email أو رابط التفعيل، تضغطوا عليه وبعدها الرابط بياخدكم مرة تانية على الموقع بتاع الفيزا الألبانية على حسابكم اللي أنشأتوه بالفعل. هتدخلوا على الموقع هتحطوا المعلومات الشخصية بتاعت حضراتكم، الاسم، اسم العائلة، تاريخ الميلاد، الجنسية وغيره من البيانات الشخصية البسيطة. وطبعا لازم تحطوا البيانات بتاعت الباسبور، يعني رقم الباسبور، تحطوا رقم الباسبور بشكل صحيح، تاريخ الإصدار وتاريخ انتهاء الصلاحية اللي هو الإكسبايري ديت. هتحطوا كل البيانات بتاعت حضراتكم وطبعا تاريخ الرحلة ومكان الإقامة في ألبانيا، سواء كان أوتيل أو لو عندكم صديق هيستضيفكم أو أي شيء. دي المعلومات اللي هتدخلوها. في نهاية المعلومات بيطلب منكم إنكم ترفقوا الأوراق. الأوراق اللي مطلوبة هتكون الباسبور، جواز السفر ويكون ساري، ويكون في الأفضل على الأقل 6 شهور صلاحية من تاريخ المغادرة من ألبانيا. رقم 2، هيتم منكم الطلب انكم ترفقوا حجز الطيران ذهاب وعودة، وانا اقصد الريزرفيشن او الريزرفاسيون، يعني حجز غير مطلوب انكم تشتروا التذكرة. تاني شيء انه يكون حجز اوتيل، الفندق، المكان اللي هتقعدوا فيه في ألبانيا. لا يطلب منكم ان تقوموا بدفع المبلغ، فقط الورقة بتاعت الحجز اللي موجودة من على أي موقع زي بوكينج وغيره من المواقع. بعدها بيتم منكم إرفاق اللي هي الانشورنس، ترافل انشورنس، اللي هي سميها التأمين الدولي للسياحة أو التأمين الطبي، وده شيء بسيط تقدروا تحصلوا عليه من أي مكتب بتاع خدمات سياحية أو أي مكتب تأمين موجود في بلدكم، وبتكون التكلفة بتاعته قليلة. يعني لو انتم مسافرين لمدة اسبوع هيكون التكلفة اعتقد في حوالي 7 دولار، 8 دولار، ليس اكثر، 10 دولار على الاكثر. ده بالنسبة للتأمين الدولي السياحي. طبعا دي الاوراق المطلوبة الاجباري. معهم يطلب منكم ارفاق حاجتين مهمين. اول شيء ورقة من جهة العمل، ورقة من جهة العمل، وهو لو حضرتك بتشتغل في أي مكان لازم تجيب ورقة من الـ HR أو الموارد البشرية باللغة العربية، مكتوب فيها ورقة رسمية مكتوب فيها اسم الشركة، عنوان الشركة،
ومجال العمل بتاع الشركة ووظيفتك في الشركة، تاريخ دخولك للعمل، راتبك الشهري، وأن الشركة تعلم أنك تذهب للعطلة إلى ألبانيا، وسيعطونك إذن أو عطلة رسمية عشان تعمل الرحلة بتاعتك، وأن بعد انتهاء الرحلة هيتم العودة للعمل مرة أخرى. هذه الورقة، أنا التفاصيل اللي ذكرتها الآن ليست مذكورة على الموقع، ولكن هذه أفضل طريقة، هذه أفضل طريقة تجهز بيها الورقة بتاعت خطاب العمل عشان يكون الموضوع فيه مصداقية أكبر للسفارة الألبانية، وبالمناسبة أو لأي سفارة أخرى خصوصا في المنطقة الأوروبية. آخر شيء هتكلم عنه هو الحساب البنكي. الحساب البنكي بالمناسبة هو ليس إجباري، في بعض الجنسيات لما بيقدموا ممكن ما يطلبش منهم الحساب البنكي، لكن الحساب البنكي هو عامل مهم جدا في طلب الفيزا، والأفضل إنكم تجيبوا حساب بنكي لآخر 3 شهور على الأقل، بيكون واضح فيه المبلغ الموجود وطبعا عمليات السحب والإيداع والحركات في حسابكم البنكي. بعد ما تقوموا بإرفاق كل المستندات المطلوبة، بتنتظروا الرد بيجيكم على الإيميل سواء بالقبول أو الرفض، أو لو عندهم أي استفسار آخر أو في أي معلومة أو ورقة مطلوبة من حضراتكم عشان تقوموا بإضافتها على الموقع مرة أخرى لإتمام الطلب بتاعكم. ده بشكل بسيط الأوراق المطلوبة عشان الفيزا الألبانية. بالمناسبة لو حضراتكم عندكم فيزا أو إقامة سارية، بس لازم تكون فيزا متعددة من منطقة شنغن أو أمريكا أو بريطانيا أو إيرلندا، لو عندكم فيزا متعددة أو إقامة سارية، وبالنسبة للفيزا بشرط أن يكون تم استخدامها في الماضي. في هذه الحالة يمكنكم السفر إلى ألبانيا بدون فيزا لفترة 90 يوم، يعني تعاملوا معاملة المواطن الأوروبي أو المواطن الأمريكي وغيره. في حالة أن عندكم فيزا متعددة تم استخدامها في الماضي أو إقامة سارية في الدول اللي ذكرتها. آخر معلومة هتكلم عنها هو لو حضرتك عندك إقامة في الإمارات، الإقامة العادية ليست الإقامة 10 سنوات فقط وحصرا، الكرت الإقامة 10 سنوات في دولة الإمارات يعامل معاملة المواطن الإماراتي ويسمح له بالسفر إلى ألبانيا بدون فيزا، لكن أي نوع إقامة آخر في الإمارات أو في دول الخليج لا يسمح لكم بالسفر إلى ألبانيا بدون فيزا. المعلومة دي حابب أني أكد عليها لحضرتكم بعد أني تواصلت شخصيا مع السفارة الألبانية في أبوظبي. ده بشكل بسيط المحتوى بتاع الفيديو، أتمنى أن تكون في معلومة مفيدة لحضرتكم. شكرا على المتابعة، ما ننساش اللايك والشير، نتقابل في فيديو آخر قريبا إن شاء الله. سلام عليكم.